شو اللي بينعسح اكتر شيء؟ بصي، هو بالنسبه لما نيجي نتكلم عن النحافه او فقدان الوزن، بنقول ديت حاله ممكن بينتج عن انخفاض، مثلا ممكن تبقى انخفاض كميه السوائل في الجسم، او انخفاض في كتله العضلات او الدهون، او ممكن تكون، يعني ممكن النحافه تكون بسبب مرضي او من اسباب مثلا ناتجه عن نمط الحياه الغلط او كده. ففي البدايه لابد ان احنا نحط ايدينا على الخلل. ممكن واحد يكون عنده مشاكل في الغده الدرقيه. الغده الدرقيه بتكون بتفرز الهرمونات بتاعتها بشكل كبير، فالحرق بتاع الشخص ده بيبقى كبير، معدلات الاي دي بتاعته بتبقى عاليه، فتلقائيا الوزن بتاعه نقدر نقول ان هو عمره ما هيزيد. ليه مش هيزيد وزنه؟ عمر ما هيزيد وزنه ليه؟ لان احنا عندنا مشاكل في الغده الدرقيه. مش بس كده، احنا ممكن برضو نقول ان ممكن يكون الشخص ممكن يكون عنده مثلا ديدان في الامعاء، فتلقائيا اي ديدان في الامعاء بتبقى سبب في النحافه وفقد الوزن. فلابد ان احنا مثلا نعمل فحص براز لعينه صباحيه علشان نتاكد ان هو ما عندوش ديدان، لان الديدان سبب في النحافه وفقد الوزن. ممكن ايضا من ضمن الاسباب اللي ممكن برضو من ضمن الاسباب اللي بتسبب النحافه، ممكن مشاكل مثلا ضغوطات واجهادات مختلفه، الضغط النفسي والعصبي ممكن يبقى سبب في النحافه اللي موجوده عندنا، الانفصال العاطفي، الناس اللي عندها مشاكل عاطفيه معينه ايضا ممكن تبقى النحافه اللي عندهم تكون بسبب تكون النحافة اللي عندهم تكون بسبب مثلا مشكلة عاطفية حصلت في حياتهم. ممكن الطلاق، الوفاة مثلا شخص كان عزيز وبعدها بدأ الأكل بيبقى يقل، الحياة ما عادش لها طعم بعد ما الشخص ده مات. ضغوطات مثلا في مثلا الطلبة بتاعت الامتحانات بيبقى عندهم ضغوطات الامتحانات، ما بياكلوش كويس، فممكن النحافة تكون بسبب ذلك. ممكن الشغل يكون شغال، طبيعة الشغل ان هو بيبذل مجهود بدني كبير جدا، فكنتيجة للمجهود البدني الكبير جدا مع الاكل القليل ممكن يكون بينزل في الوزن. فلابد ان لو احنا بنتكلم عن النحافة في البداية نعرف ما هو سبب النحافة اللي موجودة عندنا ونحدده بالظبط، بعدها نقول ما هو العلاج الانسب لحالة النحافة كنتيجة بعد معرفة السبب بالظبط بالتحديد اللي موجود عند الشخص. يعني لو مثلا قلتلك اكتر 5 امراض مثلا بتؤدي للنحافة، اول حاجة فرط نشاط الغدة الدرقية زي ما قلنا. تاني حاجة ممكن نقول الأنيميا. الأنيميا سبب في النحافة وفقد الوزن، فالناس اللي عندها أنيميا بيبقى برضو عندها مشاكل صحية مختلفة وعندها نحافة وفقد الوزن. مرض السكري سبب برضو في النحافة وفقد الوزن. أمراض الكلى والجهاز البولي، أمراض الكلى والجهاز البولي برضو سبب في النحافة وفقد الوزن. مرض السرطان لا قدر الله سبب برضو في النحافة وفقد الوزن. أحيانا الإيدز وبعض المشاكل الجلدية زي السل والدرن، كل هذه الأشياء برضو سبب في النحافة وفقد الوزن. فلابد ان احنا في البداية نعرف ما هو السبب الرئيسي ل صباح الفل يا شوشو، صباح الفل، الله يبارك فيك. صح يا متأخر بتقولي صباح الخير، الساعة 3 حرام عليكم تصحى متأخر، الله العظيم ده انت بس يعني. ففي البداية نعرف السبب. بعد ما نعرف السبب قولي لي مثلا والله ده انا الشخص النحيف ده نحيف بسبب ان هو والله عنده كذا، او مش عارف، يبقى نعمل تحاليل في البداية.